عودة إلى البطل يوسف رقيقي صاحب الميدالية الفضية في السباق الطويل على طريق لدرجاتها الهوائية في ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا قونيا 2021. مساء الخير يوسف. مساء الخير قناة شروق وكل متفرجين للسباق وكل من كان اللي راه يتابع فينا من الجزائر. أولا يوسف هنيئا على هذا التتويج تاريخي بالنسبة للدرجات الجزائرية، هل كنت تنتظر هذا الإنجاز؟ كيف كان السباق على مدى 125 كيلومتر نذكر؟ الحمد لله توفيق من الله، تحصلنا على الميدالية الفضية اليوم، كانت كما يقول لك كانت في الحسبان بعد التربص اللي قمنا به في الجزائر مع المدرب الجديد مختاري محمد، وكان كذلك مع فريقي هنا في تركيا بقيصري في مرتفع يفوق 2200 متر، حسب ما أظن هو اللي يدافع باش نكون في الحمد لله. إنجاز كما قلت تاريخي بالنسبة للدرجات الهوائية الجزائرية، ميدالية فضية في سباق على الطريق. الأهداف اليوم، الأهداف المستقبلية يوسف لمواصلة هذا الإنجاز مثل ما قلت الذي كان بفضل التحضير الجيد مع المدرب؟ والله الإنجاز إنجاز شاركوا فيه كل الدراجين بما فيهم عزدي العقاب، سيد ياسين، نهاري، منصوري إسلام، منصوري حمزة، كانوا في المستوى حقيقة اللي كنت معهم اليوم. نقدر نقول لك 90% من الميدالية هذه كانت بسبب الفريق، والمدرب كذلك أعطى نفس اللي كان خاصنا منذ سنتين أو ثلاثة. إن شاء الله نكون استرجعنا الثقة بين الدراجين، وإن شاء الله تسنونا في محافل أخرى دولية أخرى، إن شاء الله نكون عند حسن ظن سواء الجمهور أو الاتحادية أو اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة. هل يمكن القول أنه ربما تجربة ألعاب البحر الأبيض المتوسط كانت مفيدة لكم قبل ألعاب التضامن الإسلامي يوسف، خاصة بالنسبة لبقية الدراجين؟ بالنسبة كان درس خذيناه على أراضينا على أرض الوطن، اللي كما يقولوا ما زلنا حاسين وكأنه ذنب فوقنا. ان شاء الله نعاودوا نسترجعوا لياقتنا ونسترجعوا يعني الثقه في الفريق، ونسترجعوا حتى كما يقول لك ان شاء الله تكون في اللي فينا ننساو خساره تاع المتوسط. الجزائر مره عليها دراج جزائري، هذا هو الشيء اللي لحي نسينا في خسارتنا في ألعاب وهران. يوسف كآخر سؤال ربما، هل هذا الإنجاز سيفتح الأبواب لمشاركة المنتخب الوطني للدراجات في مسابقات ودورات عالمية مستقبلا؟ يعني كما يقول لك هذا دافع كبير باش يخلينا يعني في المستوى، باش نواصلوا التدريبات والتحضيرات مع الجديد ومع الاتحادية ان شاء الله. عندنا بعد اليوم انتهى السباق منافسات في تركيا نسجلوا فيها نقاط نروحوا الالعاب الاولمبية. إذن شكرا يوسف رقيق، وهنيئا مرة أخرى على التتويج بالميدالية الفضية في سباق الدراجات الطويل على الطريق في ألعاب التضامن الإسلامي
بمدينة قونيا في تركيا، ومزيدا من النجاحات للبعثة الجزائرية بحول الله.